يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سافرنا فإننا نعمل ما يسمى بالقطة مدة سفرنا، حيث يدفع كل منا مبلغا، فإذا رجعنا فإنا نتقاسم ما بقي، فهل هذا يدخل في الرجوع في الهبة؟ ما هي بهبة هذه؟ ما هي بهبة؟ هذا مصروف، هذا مصروف لكم وقد بقي منه شيء، كل يأخذ نصيبه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.